إلى ولاية شلف، خلف حادث مرور أليم وقع بالطريق الوطني رقم 4 بين بلدية بوقادير ووادي سلي، وفاة 4 أشخاص في عين المكان وإصابة شخص خامس بجروح بليغة. الضحايا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، كانوا على متن سيجارة سياحية ارتطمت بشجرة بعدما فقد السائق السيطرة عليها. ميكروفون أحمد الوحشي. من خلال معاينة الأولية لمكان الحادث، سائق سيارة نوع رونو ميغان كان قادم من مدينة واد سلي باتجاه مدينة شلف، وعند وصوله إلى حي بعويد انحرفت به السيارة من الجهة اليمنى من الطريق، حيث صدمت بشجرتين لتستقر على حاف الطريق من الجهة اليمنى باتجاه عكس سيره. مصالح الدرك الوطني قامت بفتح تحقيق لكشف على ملابسات الحادث. الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص في عين المكان، أعمارهم تتراوح بين 18 سنة و35 سنة، كما أسفر أيضا عن إصابة شخص آخر بجروح جد بليغة. تم إسعافهم وإجلائهم جميعا إلى مستشفى الصبحة ببوقادير.